بسم الله الرحمن الرحيم، رح نحكي عن جهاز اليوم جي اي فولسون اي 10 على بي تي 19. بعض المزايا اللي بنقدر نتحكم فيها من هي السيلويت. السيلويت شو هي؟ اذا عندي صوره مثل ما هي حكينا عنها بالمقطع الماضي، في خيار انه بالسيلويت انه خليها شفافه هيك، وشوف تجاوف النار، وضوحيه عاليه، وشوف بعدين الاضاءه اللي بدي اياها من المكان اللي بدي اياه. بهيك بقدر ادرس الجنين بشكل جميل ورائع. يعني هي بعض الأبشنات، هنحكي عن الأبشنات الإضافية بالمقطع اللاحق إن شاء الله.